ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مبدئيا بس ايه بنعرف الناس، اخونا نواف هو اللي هياخد القطط، هياخد سكار ورومي. نعم بعيون ان شاء الله. اوكي سلم على الناس يا عم. الناس هينزل على فكره على اليوتيوب، ده هينزل. السلام عليكم. عليك السلام. حياكم الله. بسم الله. ده سكار، سيبه هيفضل قاعد كده شويه خايف، هادي خالص يعني. ايوه طلع اهو. دول غلابه خالص يعني. اه والله ولا بيهش ولا بينش، ما بيعملوش اي حاجه. ايه معروف. اه يا بنت رايحه فين؟ اوه الشارع. ما تحطلهمش الاكل على مال على بطال. ليه؟ يعني ما ينفعش تحط الاكل وتسيبهم كده وخلاص، لا. الاكل خليه بمواعيد. رقم واحد. يعني روتين. مش حته روتين. فكره ان هم لازم يحسوا ان هم محتاجينك انت. طول ما الاكل معاهم انت مش مهم. تمام. لكن لما تشوفك وانت رايح تقدم الاكل وتعرف ان نواف هو اللي بيجيب الاكل، دي بتبقى فيها برضو ايه؟ تبتدي تتودد لك شويه. تمام. دي بقى غلبانه خالص، هتقعد تشمشم لك في كل حته. يا بت طب بص، مشكلتها هي بقى انا ايه؟ الهاف بيكي دايما الدموع اللي بتنزل منها دايما. فانت بشكل يومي قطنه وميه بس بتمشي عليها ده. تعالي 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 دلع الصوره دي. المكان هادي وجميل. ان شاء الله يكونوا مبسوطين هنا. هو كمان عنده قطه هنشوفها دلوقتي، قطه عن عمر 5 شهور. هاديه جدا يعني. فالحمد لله المكان واسع جدا، هما يكونوا مبسوطين هنا. تمام. عشان يدوا فرصه لقطط ثانيه في الشارع ممكن ننقذها. تمام. ده هدفنا. احنا مش هدفنا ان احنا نربي قطط. اوكي. احنا هدفنا ان احنا ننقذ قطط، مش هربي واقعد اصور. تمام. وخليكم ادعموني في الموضوع ده وشجعوني، هو تخلوني اجيب قطط كتير واقعد اربيها واوريها لكم. لا، الفكره احنا ننقذ قطط. فالوقت المكان ما شاء الله واسع. مكان ما شاء الله حلو جدا. هياخدوا مساحتهم، بيحاولوا يكتشفوا المكان الاول. هي دلوقتي بتحاول تكتشف المكان. طبعا سكار تحت في الكرسي مش هيطلع دلوقتي خالص، هو للاسف خواف جدا وجبان جدا. مش عارف هو سافر. تعالوا معانا كده نشوفه. مش هلاقي مش هلاقي. خلاص خليه موجود. فاعتقد احنا عملنا اللي علينا. مجرد ما انت تجيب القط وتنقذه وتكبره وتعرضه للتبني، المكان يكون مناسب زي ما انتم شايفين. مكان ما شاء الله مكان واسع للاستاذ احي. تمام. بتاكل فتله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخونا نواف. ما شاء الله شكله طيب، ويعني بيحب القطط. اللي بيحب القطط ده تلاقيه طيب. فجماعة انت عايز تتجوز؟ ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله. انا بخطب له يا جماعه، انا بخطب لنواف. تمام. معروف كده اي حد بيربي قطط بيبقى حنين، فتخيلوا بقى اللي بيبقى حنين على القطط اكيد يعني هيبقى حنين على مراته. تمام. يلا بخطب له على الهواء. طيب المهم دلوقتي المنفيس الذهبي عشان يبقى عارف حكايتهم، هو كان في الشارع وكانت القطط بتضربه، هو ما يعرفش يتعامل في الشارع عشان كده هو ما كانش بيعرف ياكل، كانوا بياخدوا منه الاكل. ده اخذ رومي كانت محبوسة في قفص في محل، صاحبها رماها عشان بس هي ايه ممكن تكون موضوع الدموع، واشتكى منه وقال يعني الموضوع مقرف بالنسبة لي. فهو يعني مجرد لو في مشكلة بسيطة كانت ممكن تتحل، وهي تعتبر تحلت احسن من الاول يعني، فرماها يعني. طبعا مش في اكثر الناس ترى يرمون يعني قطط على اشياء تافهه. ايوه على اشياء تافهه. اسباب تافهه. سبب تافه جدا، علشان مثلا هي بتعمل دموع كتير، او مثلا جالها تساقط شعر. بالمناسبه عشان اقول للناس، افضل حل لتساقط الشعر عندك حاجتين، يا اما وانت قاعد حر دلوقتي سكار ده شعره بص ده عامل زي الدب القطبي فروه قد كده. تمام. يا اما الحل الامثل ولا شايفه من وجهه نظر دكاتره كتير، تحلق زيرو كل مره في السنه او كل 6 شهور، بيطلع الشعر بعدها اسبوعين 3 شهر بيكون بدا يطلع تاني وشكله بقى حلو، بس بيطلع بشعر قوي والجدره بتكون قويه، الجذور الشعر نفسها بتبقى قويه والتساقط بينتهي تماما. ده رقم واحد. رقم اتنين، يا اما بنجيب زيت كبد الحوت الخاص بالقطط او زيت السمك الاوميجا 3 او زيت التونه او منتج زيت السلمون وهكذا، الحاجات دي كلها بتقوي برضو جذور الشعر.
احتمال يكون تساقط الشعر بسبب ضعف المناعة، فعشان نقوي المناعة في عندنا زيت الزنك الاوليف زنك، وفي عندنا مادة اللايسين او منتج اسمه امينوفيت، عملت الحلقة اللي فاتت اكتبوا برضو اسمه امينوفيت، ده بيقوي المناعة. بس ده اللي ممكن المشاكل اللي ممكن تقابلك هي تساقط الشعر، وده معروف تساقط، فيه تساقط شعر موسمي وهكذا، ده الطبيعي. فانت هتروح واخدهم يا اما حلق لهم عشان حر كمان، ده بقى له سنين على فكره ما حلقلوش خالص، تمام، والفروه بتاعته تبقى تقيله قوي عليه، فممكن تحلق له تخفف له شويه، تمام، ودي يعني شعرها مش قوي بس ممكن بيحصل لها تساقط عشان موضوع التزاوج. من ضمن الحاجات اللي هي برضو تعمل تساقط شعر طلب التزاوج بالنسبه للرجل الذكر والانثى، ممكن يعمل تساقط شعر وضعف مناعه، تمام. خلاص، هم في ايدي امينه ان شاء الله، وهنطمنكم عليهم بعد كده ان شاء الله. ممكن يبعت لي ليهم فيديوهات وهو بيعرفهم على القطه الصغيره اللي عنده. يلا نشوفكم في حلقه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.